ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم بنت معايا جايه تدرس هنا في المانيا، محجبه ومسلمه، كان عندها توقعات معينه عن البلد هنا في المانيا، ولما جت لقيت حاجات تانية كتير. مش عايزه احرق لكم يعني الفيديو، بس هي هتحكي لكم كل التفاصيل، لان في بنات كتير عماله تسالني ايه اللي هعمله يعني لما اجي المانيا، وايه الصعوبات اللي هتقابلني وكده. فمروه هتفيدكم بكل حاجه، بس الاول اللي خليها تعرف نفسها الاول. ازيكم، اخباركم ايه؟ انا اسمي مروه عثمان من اسكندريه، محمد برضو معايا من اسكندريه. انا كنت في مصر جرافيك ديزاينر وفوتوغرافر في اسكندريه، وبعدين قبل ما اجي المانيا هنا بثلاث سنين، فتره الاستعداد للسفر خدت مني وقت بالظبط ثلاث سنين، ما بين مذاكرة لغة وما بين تجميع للفلوس وكل التفاصيل بتاعة السفر وتجميع معلومات. صعوبات السفر يعني بشكل عام. وصعوبات السفر بالظبط بشكل عام. في توقعات طبعا كتير أنا كنت حطاها، وفي expectation معينة يعني كانت مفروض منها تحصل، وفي حاجات اتصدمت بيها ولسه يعني لسه بتصدم برضه. طب بشكل عام، بشكل عام التوقعات كانت شبه الحقيقة ولا في فرق مختلف قبل ما نتكلم فيها بالتفاصيل يعني؟ لا، في حاجات كنت انا متوقعاها ولقيتها، زي مثلا الجو. انت عارف ان المانيا ساقعه ومفيش اي حاجه هتقول ان هي الجو بتاعها هيتغير، وجيت لقيتها ساقعه وكل حاجه، بس مع ذلك انا مثلا مش متكيفه مع الساقعه خالص لحد اللحظه دي. طب ايه الحاجات اللي انت كنت متوقعاها وحصلت بالظبط؟ ان انت هتلاقي مكان بيئه، اولا التعليم في مكان هنا، الكورسز مثلا انا كنت باخدها في مصر في الالماني غير اللي كنت باخدها هنا في المانيا. يعني كنت متوقعه ايه؟ كنت متوقعه الالماني يعني احسن مثلا؟ يعني مثلا كنت متوقعه انه الكورسات بتاعه الالماني اللي كنت باخدها في اسكندريه ما كانتش على القدر الكويس زي ما انا جيت خدت الكورسات اللغه هنا في المانيا. يعني الكورسات في مصر يعني كانت في مصر اسرع، وما كنتش مركز، وكنت عايز تنجز عشان تاخد البي اينز عشان تدخل السفاره وتخلص الورق والكلام ده كله. بس لما جيت هنا لا، في فرق، الحاجه بتتاخد بهدوء وبوضوح، وما بيبقاش فيه الصربعه بتاعه ان انا عايزه اخلص عشان اسافر. وانت كنت متوقعه كده؟ المفروض كنت متوقعه ان الكورس بتاع مصر اسوأ من الكورس بتاع المانيا. ده اكيد، لانه هنا انت مجبر انك في كل موقف لازم تتكلم بالالماني، لكن في مصر مده الكورس مثلا ساعتين وخلاص، بتروح بتتكلم مع اهلك بالالماني. طب هو كده، ده كده التعامل بالالماني بالظبط، مش الكورس نفسه. بالظبط، دي حقيقه، يعني التعامل نفسه. بس انا للاسف جيت في وقت، يعني انا جيت في شهر واحد، شهر اتنين بدات الكورونا، وما بقاش بقى في اي تعامل ولا اي حاجه خالص ولا اي كونتاكت مع الناس، ودي حاجه خلت مستوى اللغه بتاعي يكون قليل. طب انت كمحجبه في حاجه كنت متوقعها بشكل معين او كده؟ لان الحجاب مهم قوي بالنسبه للبنات، يعني بيبقوا بيسالوا عليه كتير. هو حاجه انا متوقعاها ولسه مش عارفه هتبقى صح ولا لا، ان انا الاقي شغل كويس في مكان كويس بالحجاب. يعني انا بحس ان معظم المحجبات هنا في الغالب بيكونوا هاوس وايف، بيكون هو جوزها بيشتغل وهي قاعده دايما في البيت وما بتشتغلش، ولو اشتغلوا ما بيشتغلوش في الحاجات الكريتيكال قوي. طب ايه كان توقعك بالظبط؟ يعني انت في مصر كنت فاكره ان البنت المحجبه هتعرف تشتغل ولا مش هتعرف تشتغل؟ ولا لا هتعرف تشتغل؟ هتعرف بس تشتغل، بس نوع الشغل ايه؟ دي الفكره. يعني دلوقتي مثلا، يعني في كنت متوقعه ان هيبقى في صعوبه في الشغل؟ الى حد ما. ولما جيتي؟ لا لسه ما دخلتش مجال العمل، انا دلوقتي شغاله شغل طلبه، لكن لسه لما اتخرج شغل طلبه، لان هم بيجوا معظمهم طلبه. لا لا لا، كل الطلبه دلوقتي بتشتغل عادي بالحجاب، محجبه مش محجبه مش فارق، كله بيشتغل بالحجاب عادي في شغل الطلبه، ما حدش بيضايقني يعني في شغل الطلبه، ما حدش ضايقني. بس بعد ما اتخرج ايه اللي هيحصل مش عارف، لان انا المجال بتاعي يعني وضعه مختلف شويه، لان انا بدرس اتيون بيسنشافت اللي هي التربيه رياض اطفال، ففكره ان حد محجب يبقى معاه كيتا رمز ديني، سواء الحجاب او اي رموز دينيه، اعتقد ان ده ممكن يواجهني صعوبه فيه شويه لو هتعامل مع الاطفال الالمان. فانت خايفه من الموضوع ده؟ دي حقيقه، دي اكتر حاجه مضايقه، يعني ربنا يستر فيها. يعني ايه الشغل اللي كنت متوقعاه للمحجبات، ولا ما كانش عندك توقع اصلا وجيتي لقيتي ايه برضو؟ لا، هو في الغالب انا يعني عارفه كويس الشغل الطلبه بيكون في كام حاجه كده، دول هم معروفين ان هم بتوع الطلبه. كنت متخيله في المطعم، كنت متخيله ان كمحجبه هتبقى ليكي نفس الفرص بتاعه اللي مش محجبه، ولا اقل ولا اكتر ولا؟ والله اعتقد اقل، يعني في حاجه انا قدمت عليها واترفضت بسبب الحجاب. دي يعني مش كل الشغلانات، مش كل الشغلانات، وفي حاجات اتقبلت فيها، فمش كله يعني، مش كل الشغل يعني، بس شغل الطلبه معروف. شغل الطلبه بيكون معروف لحد ما تخلص فتره الدراسه بتاعتك وتشتغل في التخصص اللي انت اخترته يعني. طب في خوف في الحياه العامه وانت نازله في الشارع بتشتري اكل بتعملي اي حاجه ان حد يضايقك مثلا عشان انت محجبه او مسلمه؟ لا خالص، لا. في اي عنصريه جربتيها؟ لا 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 نهائي خالص. لا طب انت كنت متوقعه كده؟ على اساس انه
ولايه النورد راين فيها سوريين كتير وفيها اتراك كتير وليا اصحاب فيها كتير ومحجبات كلهم، ما كانش في مشكله. دايما دايما بنسمع انه المشكله بتكون في الشرق، وانا كنت متجنبه تماما ان انا اقدم على اي حاجه او اي جامعه في الشرق خالص يعني. فلا لما جيت الاكسبكتيشن بتاعتي كانت تمام وكل الناس اللي بتعرفي عارفهم. حد في الشرق حصل له حاجه شخص بعينه؟ مش لازم تقولي لا. اسمه لكن لا شخص لا بعينه. لا ما اعرفش، لا انا ما اعرفش حد في الشرق اصلا. ايه تاني كنت عندك توقع او عندك نظره عنه؟ والله بالنسبه للاكل انا مثلا في يعني كان في توقعات معينه ولقيت التوقعات دي لا. يعني ايه اللي كنت متوقعه الاول؟ توقعت ان الاكل هيبقى مثلا غالي، مش هلاقي حاجات تناسب الحاجات اللي بناكلها والكلام ده كله. بالعكس انا شايفه الحلال يعني وكده. بالظبط، بالعكس انا شايفه انه في ما شاء الله يعني ناس كتير مستوردين بيجيبوا اكل من مصر يعني، وبيجيبوا حاجات كتير. غير كده اسعار الاكل نفسها، ان انت تمشي في ان انت تاكل بشكل صحي، الحاجات دي مش غاليه خالص هنا مقارنه بمصر. يعني لو حبيت ان انت تجيب مثلا مكسرات او اي حاجه تخص البيو مثلا، فاعتقد في مصر بتكون اغلى، لكن هنا لا. الموضوع هنا يعني الحاجات السبيشال، مكسرات، الواحد عايز يجيب كافيار، الكلام دوت، الحاجات اللي هي هنا لا رفاهيات لقيتيها تقدري تجيبيها، اي واحد يقدر يجيبها، مش غاليه زي ما يعني. خلينا نرتب الكلام. توقعك كان الاكل هيبقى غالي، جيتي لقيتي الاكل مش غالي. انت ممكن يعني ب 100 يورو 150 يورو تجيب اللي انت عايزه طول الشهر. طب سؤال بقى، طعم الاكل، الطماطمايه مثلا، على حسب يعني. انا ما ارتحتش خالص للبطيخ، ما جابش معايا سكه خالص البطيخ، ما حبيتهوش. ده كمثال يعني خالص. مع اني كنت متخيله ان الفاكهه هنا هتبقى في مصر احلى. لا البطيخ في مصر احلى كتير، فلا ما حبيتهوش خالص. انت اصلا بتحب البطيخ؟ قوي. بطيخ بجبنه بيضاء. غير الاكل كمان هنا في امكانيه ان انت تعمل رياضه في اي وقت. يعني انت مش مضطر ان انت تشترك في جيم عشان تعمل رياضه، لا انت ممكن اي حد يجري في الشارع ما حدش هيضايقه وما حدش هيعمل له اي حاجه. متوقع كده ولا ما كنتيش متوقع كده؟ عشان دايما لا بالنسبه لموضوع الرياضه ده انا متوقعه. متوقع انك تعملي رياضه تجري في الشارع ما حدش هيضايقك. ما حدش هيضايقك. وجيتي لقيتي ان هو الموضوع، دي حقيقة. ما فيش حد بيضايقك، حجاب مش حجاب، لا مش لا لا خالص خالص. واكتر حاجه مبسوطه بيها هنا طبعا الايس كريم، في يعني مليون نوع. مليون نوع ومليون شكل، فانا هايصه بقى في الايس كريم خالص، فدي اكتر حاجه. مع ان البلد مش بتاعت ايس كريم خالص، البلد متل. ايوه بالظبط، بس انا ما عنديش مشكله، صيف شتاء باكله ما عنديش مشكله، هو ده اكتر سبب بيخليني اطلع. طب بمناسبه بقى الصيف والشتاء، ايه رايك في الجو؟ كنت متوقعه ايه فيه؟ انا متوقعه طبعا ان المانيا ساقعه، وجيت لقيتها تلج، ومع ذلك انا مش متكيفه مع فكره السقعه دي خالص. يعني كنت فاكره انك هتتكيفي؟ كنت فاكره ان انا هتكيف. ما تكيفتيش خالص في البيت في الشارع؟ لا في البيت مفيش مشكله، انت هايسونج وخلاص يعني. في البيت بيبقى احسن من مصر. في البيت الدنيا بتبقى متلجه لان ما عندناش الثلاث دفايات يعني قد كده. دايما دايما حتى لما بكلم اهلي وكده يقولي انت ايه اللي لابساه ده، انت مش سقعانه؟ اقول لهم لا يا جماعه، في دفايات في المواصلات ودفايات في البيوت وكده، فدي مش قصه. لكن بره هي ان بتوين بقى، وانت في المواصلات كده راجع بقى وشايل مثلا اينكوفن كتير وراجع في التلج وشنط وبتاع، فدي بتبقى صعبه شويه اعتقد يعني. طب ايه اللي كنت متوقعة تلاقيه في المانيا وكنت مفتقدة في مصر؟ يعني انت جاية المانيا مخصوص عشانه، او يعني جزء من اهدافك عشانه، بلاش اقول مخصوص لان جاية طبعا عشان الدراسة. الهدوء. الهدوء يعني المانيا بصراحة مميزة بفكرة الهدوء قوي قوي، وبدأت بتبقى زيادة عن اللزوم في فترة الكورونا. يعني بقت الدنيا هادية بكتير، اللي هو احذر مما تتمناه. اللي هو هدوء بقى قوي يعني بزيادة. دي حاجة حلوة انا بحبها يعني، بحب الهدوء، بس ما بحبش الوحدة. يعني انا بقى هاديه واحب الهدوء، مفيش حد حواليكي بس زادت قوي. بس يبقى في هدوء اكتر يعني. يبقى حد جنبي يعني، لو اهلي موجودين، لو صحابي موجودين، بس انا ممكن ابقى قاعده جنبهم ساكته، بس يبقوا حواليا، فاهم قصدي؟ ويكونوا هاديين. ويكونوا هاديين، مش عاملين مشاكل ولا ده. ايوه بالظبط كده. بس في حاجه تانية انا كنت متوقعاها وبقت عكس توقعاتي. ايه هي؟ المصاريف. يعني انا المصاريف دي حاجه اصلا بتخوف الناس كلها، بتخوف الناس كلها يعني. جدا 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 يعني. انت بتيجي بالكونتو بتاعك اللي هم المعروفين ال 10000 يورو، فكل الناس بتبقى عندها توقعات ان انا خلاص هصرف مثلا 2000 يورو في اول ما اجي، بتقديم للجامعه، بسمستر تيكت، بالكلام ده كله، وابدا ان انا بعد ثالث او رابع شهر ان انا اشتغل. ده كان توقعك بالظبط، عشان تبدا تصرف على الايجار وال حس الفلوس ما تخلصش منك يعني. بالظبط، والاكل والشرب والكلام ده كله. بس بقت الاحداث الحقيقه، او ما اعرفش هل دي الحقيقه قبل ما انا عايز اعرف اللي الكورونا. حصل معاكي بس لا، اللي حصل معايا انه يعني اول 8 شهور من مجيء المانيا لا، ما
كانش في شغل خالص. ما كسبتيش ولا مليم. خالص. أول 8 شهور خالص. وكانت فترة صعبة جدا بسبب إن أنا كنت لازم أخلص اللغة. آه معايا وقت طبعا إن أنا أدرس لغة لحد سنتين. بس أنا كنت عايز أنجز. ولذلك خلصت سي أينز في مفيش يعني في سريعا جدا. عشان ألاقي مكان في جامعة بوخم. بس وبحاول الفترة دي إن أنا يعني أشوف شغل تاني عشان أجمع الفترة اللي فاتت. الموضوع يعني. في التوقع كان مرعب أكتر ولا في الحقيقة كان مرعب أكتر؟ في الحقيقة. في الحقيقة مرعب أكتر. في الحقيقة. خلي يعني بالك. التوقعات في دماغنا حاجة وبس الأرض الواقع حاجة تانية. أنت طول الوقت قلقان إنه لا أنا مش هعرف ألاقي شغل كويس يناسبني. خصوصا ان لسه المحلات مقفوله والمطاعم مقفوله وكل الكلام ده. فهو ده شغل الطلبه. فانت هتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ سؤال بقى، ايه اكتر حاجه كنت طالعه بيها في السما في المانيا ومفيش زيها وبتاع في توقعاتك وجيتي في لقيتي في الحقيقه نزلت بيها الارض بقى يعني ايه وقعتك على راسك في التوقع؟ العلاج، الجانب الطبي يعني عشان تاخد معاد عشان تتعالج مغامرات صباعي مغامرات بالظبط. لو يعني انا كان عندي مشكله مثلا في دراعي اليمين فقلت اعمل علاج طبيعي فرحت لا يعني الموضوع ممل وطويل يعني غير مصر اللي رحت عليك في المانيا اللي رحت عليك في المانيا. انا شايفه ان المصريين هنا او الكوادر المصريه هنا لو اديت لهم نفس الامكانيات اللي مع الالمان هيبقوا احسن كتير من الالمان. دي حقيقه يعني هنا الموضوع عشان تاخد ما معايا بس بتاخدي معاد في المستشفى بقول لك اسبوعين تعبي اسبوعين الوضع يعني دي فعلا كانت من الاكسبكتيشن البايظه خالص بالنسبه لي. كانت في السماء كانت في السماء وقعت في الارض. لو عايزين تعالجوا في مصر ما تاجلش مثلا عمليه ولا ليزك ولا في حاجات في حاجات فعلا هنا ممكن كمان تكون غاليه بغض النظر عن علاج الحاجات التجميليه بقى الليزك الاسنان الاسنان الكلام ده كله ده في مصر ارخص كتير. يعني انا سفريتي الاخيره لمصر في حاجات من دي عملتها تنظيف لسناني والكلام ده كله عملته في مصر ارخص بكتير من هنا. طب التوقعاتك ان انا عارف ده توقع بس هيبقى توقع بدري شويه يعني قبل ما اول ما جت في دماغك الفكره كان توقعك اهلك هيعملوا ايه والحقيقه عملوا ايه؟ والله هم كانوا سايبيني يعني هم سايبيني اللي هو مش مصدقين ان مره اللي هو طب ماشي انت بتاخدي كورسات الماني طب اوكي طب انت رحتي اشتغلتي في الهيلتون جيست ريليشن بالالماني طب اوكي. ما حدش صدق غير لما الفيزا جت اصلا وساعتها بقى يعني اتخضوا اللي هو هي ايه ده هي مسافره بجد ايه ده انت خلاص ماشيه فمحدش اللي هو يعني انا بقالي 3 سنين ما حدش مصدق وعماله اجمع الفلوس وبتاع وما كانش حد مصدق غير لما بقى امر واقع والفيزا هي وانا مسافره. فهم ما اعترضوش طبعا بس هم اتخضوا يعني ما كانش في اعتراض قد ما كان في خضه كده انه فجاه مروه مش موجوده يعني. طب تنصحي اي اب او اي بنت بايه؟ لان الابهات والاهل بيخافوا طبعا على البنات جدا غير الشباب رامينهم ومطلينهم البنات بتبقى الموضوع حساس. والله انا شايفه ان خافوا عليهم يعني. في مصر اكتر يعني انا لما نزلت ما المشكله ان البنتهم بتبقى قدام عينيهم في مصر حتى لو مصر اصعب بس هنا هو مش شايفها هي دي الفكره. ما ده احساس انا ما اقدرش اقول انه يخاف يعني يسفرها ولا ما يسفرهاش بس لو هي عايزه ان هي تسافر خليها تسافر وتاخد التجربه للاخر. خسرت فهي نالت شرف المحاوله بس يعني اللي هتخسره فلوس بس فكره ان هي حاولت ده اضاف لها. السفر مهما كان فيه مشاكل فهو اكيد بيضيف وبيغير في الشخصيه كتير يعتبرها ان هي مثلا خدت سنه في اي مكان درست فيه الاكسبيرينس بتاعت السفر اضافه لشخصيتها اصلا. طب تنصحي بقى البنت نفسها ايه؟ تيجي ألماني كويس جدا تكون متعلمة ألماني كويس جدا جدا جدا. بالنسبة للصحاب في اسكندرية طبعا أنا كان عندي صحاب يعني أصدقاء وقليلين بس صحاب كتير طبعا لما جيت هنا كل ده اختفى خالص خالص. حتى الاتنين تلاتة اللي انت يعني بتكون عارفهم انت كنت متوقع كده يعني ان اما تسافري هينسوكي عدد المصريين قليل مش ينسوني قصدك اللي في اسكندريه ينسوني لا في ناس ما نسنيش لحد لكن بقى. هنا كنت متوقع انك تعملي صحاب برضه زي ما عملتي في مصر بس ما عرفتيش تعملي صحاب. لا المسافات ما بيننا بعيده يعني لو انت عارف حد ممكن المسافه بينك وبينه لا حواليك يعني المان مش لازم مصريين. انا بتكلم لا ما كانش في كونتاكت الفتره اللي انا كنت فيها عشان الكورونا بالظبط فما كانش في المان ولا اي حد ان انت عارف تتقابل معاه. بس كده اظن يعني غطيت كل التوقعات اللي انت كنت بتتكلمي فيها. لو اي حد فيكوا بنات او ولاد عندكوا اي توقعات عايز يسال عنها اذا كانت في الحقيقه مختلفه او لا عشان ما يجيش يتفاجئ ممكن يكتب لنا تحت في الكومنتات اي توقع هو
في دماغه يعني. ومروه ان شاء الله هتجاوبكم على قد ما تقدر وتقول لكم ايه التفاصيل اللي انتم محتاجينها ان شاء الله. بس كده نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واللي مش عامل لايك للفيديو يعمل لايك او استفاد منه، ولو حد شايفينه ان هو هيستفاد او كده بعتوا له الفيديو دوت. يلا سلام.